مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في هذا الفيديو سنقوم بشرح طريقة الشراء من موقع إيباي من الألف إلى الياء. موقع إيباي الذي يعتبر واحد من أكثر المواقع احتراما ومصداقية في مجال التسويق الإلكتروني، لكي يمثل الوسيط بين البائع والمشتري، فيستطيع أي شخص عرض سلعته في المواقع للبيع وبيعها إما بسعر ثابت أو عن طريق مزاد. والهدف الأول الذي أنشأ من خلاله الموقع كموقع للمزادات، وبذلك الموقع الأول نوعه في هذا المجال. وقد كانت تسمية مبدئي الموقع هي إيكوباي للتكنولوجيا، إلا أن الشركة المالكة الموقع لم تستطيع التسجيل بهذا الاسم لأنه مأخوذ مسبقا لشركة تعمل في مجال التنقيب عن الذهب، لذا تم اختصار الاسم إلى إيباي. إذا سنقوم بالتسجيل في الموقع. يمكنك إما التسجيل من الفيسبوك، وأنا لا أنصح بهذه الطريقة، من الأفضل تقوم بعملية التسجيل يعني بالبيانات الخاصة بك. هنا تقوم بوضع الاسم first name والlast name، وهنا الإيميل و كل المعلومات، وهنا الباسورد، ثم تقوم بالضغط على create account بهذا الشكل. اذا لا حاجة لشرح التسجيل لانه بسيط وسهل للغاية. ساقوم بالدخول الى الحساب الشخصي، ساقوم بالشرح كيف تختار المنتوج وضبط بعض الاعدادات قبل شراء المنتوج. اذا هذه هي واجهة البرنامج، ساقوم بالضغط على enregistrer. إذن هذه واجهة البرنامج. البرنامج طبعا يعرض لك الكثير من السلع للشراء وبعض السلع التي تكون قد قمت بمشاهدتها. وهنا أيضا لدينا الليبل الخاص بالسيرش، وهنا بعض المقترحات يعني شو باي كاتيجوري يمكنك اختيارها. مثلا إذا ضغطت على مين سيقوم بعرض عليه كل السلع الخاصة بالرجل كما تلاحظون. ايضا اذا قمت بالضغط على شوز مثلا سيقوم بعرض لي الاحذية بهذا الشكل، وانت ستقوم باختيار ماذا تريد. هنا ايضا لدينا يعني كما تلاحظون بعض الاعدادات في الجانب، يمكنك ضبط الاعدادات. وهنا لدينا ايضا الاختيار عن طريق الكاتيجوري من هنا بهذا الشكل، لكن الطريقة الجيدة وهي الضغط على advanced، وهي الطريقة التي أنصح بها. ويمكنك أيضا البحث عن طريق السيرش من هنا. فمثلا لو وضعت كاسك بلوتوث بهذا الشكل انتريس، تلاحظ سيقوم بعرض لي كل المنتجات الخاصة بهذا بالكلمة التي قمت بالبحث عنها. لكن لضبط سأقوم ببحث مثلا عن سانجليسس مين مثلا بهذا الشكل، سيقوم بعرض لي المنتجات. لكن الطريقة التي أنصح بها وهي advanced، قم بالضغط عليها مباشرة سيضع آخر كلمة قمت بوضعها في البحث. سأضع مثلا Sanglises Man بهذا الشكل. هنا تقوم باختيار All Word، هنا من الأفضل أن تتركها فارغا، وفي الكاتيجوري تضع All Category من الأفضل. إذا كنت تبحث مثلا عن كتاب ستقوم بالضغط Books، وعلى حساب يعني ما تريد أن تبحث عنه. هنا Search Including يعني أين يظهر كلمة مفتاحية للبحث، واش في التايتل أو هنا في البرايس يمكنك اختيار. هنا مثلا تريد الشراء لكن الرصيد غير، ستقوم بتحديد الرصيد. مثلا سأختار ما بين 3 دولار إلى 8 دولار بهذا الشكل. وهنا ستضع باي ات ناو من الأفضل، وهنا يمكنك وضع ما تريد. مثلا تريد يعني سلعة جديدة أو مستعملة، من الأفضل أن تضع نوت سبيسيفيد بهذا الشكل. هذه إعدادات يعني غير مهمة ويمكنك استعمالها مثلا في المزاد أو شيء من هذا القبيل. هذه إعدادات أيضا ليست مهمة. ثم تقوم بالضغط على سيرش بهذا الشكل. عندما تقوم بالضغط على السيرش سيقوم بعرض لك جميع المنتجات بالاعدادات التي خاص. لاحظ معي جميع المنتجات بين 3 دولار الى 8 دولار بهذا الشكل كما قمنا بالتحديد سابقا. هنا ايضا يمكنك يعني وضع الاعدادات، هنا 3 دولار الى 8 دولار الرصيد اللي قمنا بوضعه. يمكنك اختيار اللون مثلا من هنا او براند بهذا الشكل، يعني
مثلا سبور او سكوير، او يعني النوع الخاص بالمنتج. هنا سأضع مثلا بلاك، اريد مثلا بلاك سانجليزس بهذا الشكل. هنا لاحظ معي ذات هنا فري ريتورن، يعني هل يمكن استرجاع هل يمكن استرجاع المنتج، هل يقبل ان البائع مثلا. سيقوم بعرض لك المنتجات التي يقبل صاحبها. هنا ايضا فري انترناشونال شيبينج، يعني لن تقوم بالدفع للشحن، يعني لن تقوم بدفع الشحن. سيقوم بعرض لك المنتجات طبعا بهذه الطريقة، لكن نسي طريقة مهمة وهي الضغط على اكونت سيتينز لنقوم باعداد الادريس، وهي شيء مهم يجب ان تقوم بفعله بعد التسجيل مباشرة. هنا يمكنك ان ضبط اعدادات الباي بال، يعني الحساب البنكي الخاص بك من هنا. يمكنك ضبط اعداداته من هنا او ضبط الاعدادات بعد يعني شراء المنتج. هنا لاحظ معي يمكنك عمل ابديت للاكونت الخاص بالباي بال الخاص بك، وهنا سنقوم بالضغط على ادريس لضبط العنوان. سأقوم بالضغط على View All Shipping Address بهذا الشكل حتى تقوم بوضع الأدرس الخاص بك. لن تظهر لك هذه، لن تنبثق هذه النافذة. ستقوم ستنبثق هذه النافذة. ستقوم بوضع هذه الإعدادات هنا موروكو الكونتري، هنا الاسم الذي سيقوم بجلب إليك البائع، وهنا الأدرس ستقوم بوضعه. يعني شيء سهل، يعني كل شيء بسيط. هنا المدينة اللي تقطن فيها، وهنا الستيت يعني الجهة الخاصة بك، وهنا الزيب كود. إذا لم تكن تعرف الزيب كود فما عليك إلا البحث عنه في جوجل. ستقوم بوضع مثلا كينيترا مثلا بهذا الشكل، زيب كود إذا كنت من سكان كينيترا أو كنت تسكن مثلا في الدار البيضاء. ستقوم بالضغط على كازابلانكا زيب كود. ستقوم بلاحظ معي كود بوستال الخاص بكينيترا وهو 14010. إذا كنت مثلا في القاهرة ما عليك بالضغط إلا كايرو زيب كود بهذا الشكل. سيقوم بإعطائك الزيب كود الخاص أو الكود بوستال الخاص بمدينتك. تقوم بوضعه ثم تضغط على سيف. في حالتي أنا قمت بإعداد العنوان، سنقوم بالرجوع إلى الصفحة الأخرى ونقوم بالبحث عن المنتج الذي نريد شراءه من موقع إيباي. إذا نرجع إلى المنتج. سنقوم بالبحث عنه كما بحثنا من قبل. سنضع كاسك بلوتوث نريده مثلا هنا من $3 إلى $8 مثلا لحسب الرصيد، ثم الضغط على سيرش. يمكنك ضبط الإعدادات الأخرى. سيقوم بعرض لك المنتجات التي قمت بتحديدها. سأقوم مثلا بالبحث عن شيء آخر، مثلا سأقوم بعمل سمارت واتش. سنبحث عن سمارت واتش بهذا الشكل. لاحظ معي هذا قام بشراء أكثر، ببيع أكثر من 10,000 منتج، وهذا سبونسوريد، يعني ليس، يعني الموقع ليس مثاليا ولا لا يخلو من النصابين، فاحذروا من النصابين. لكن عندما ترى المنتج توب ريتد سيلر فاعلم أن هذا المنتج يعني صادق ويمكنك الشراء منه. إن لم تجد ف هناك بعض المؤشرات التي تدل على مصداقية البائع، وهي كم باع من من فاشن سانجليسس. سأقوم بالبحث عليها بما أنني سأقوم بشراء نظارات شمسية. سأقوم بالبحث مثلا توب ريتد سيلر فيمكنك شراء هذه المنتجات. فلاحظ معي عندما تجد توب ريتد سيلر هذا اللوجو فاعلم أن هذا دليل على مصداقية المنتج. هنا تقوم بالضغط على المنتج ثم تقوم باختيار الكالر او النوع او كم تلبس فيه، يعني على حسب اعدادات كل منتوج. فمثلا اذا قمت بشراء شوز مثلا سيقوم بالضغط عليك السايز، يجب عليك اختيار السايز كم تلبس في رجليك مثلا. هنا بعض الاعدادات الخاصة بالبائع. فلاحظ معي 99.1% بوزيتيف فيدباك، فهذا بائع صادق. هنا الشيبينج الشحن، بما اننا اخترنا free international shipping سيقوم بالضغط علينا free في البحث. هناك بعض الاعدادات يجب ان تراها في هذا المنتج.
قبل شرائه. لاحظ معي هذا صاحب المنتج، فلاحظ معي البوزيتيف أكثر من النيجاتيف، وبعض الفيدباك الخاص بالبائع يجب ضروري من لابد من التصفح فيها والنظر إلى ردة فعل الذين قاموا بشراء هذا المنتج. لاحظ معي 4 available، يعني لم يتبقى سوى 4 من هذا المنتج، وقام ببيع أكثر من 18 سول بهذا الشكل. ثم بعد التحديد ثم تضغط على باي ايت ناو بهذا الشكل، ستنبثق لك نافذة الشراء بعد قليل. لاحظ معي هنا اي باي شيك اوت، سيظهر لن يظهر لك هكذا لانني كنت قد اشتريت من عن طريق الباي بال. فاذا كنت تريد الشراء عن طريق الفيزا او ماستر كارد فما عليك الا وضع هنا الكارد نمبر يكون في 16 رقم سواء فيزا او ماستر كارد، هنا دات ديكسبيراسيون انتهاء الصلاحيه، وهنا السكيورتي كود والاسم واللقب، ثم سيف. إذا كنت تريد الشراء عن طريق الباي بال تقوم بتحديد الباي بال ثم تدخل الايميل والباسورد، يعني طريقة بسيطة جدا. الباي بال هنا يعني مرتبط بهذا الحساب لأنني فعليا قمت بالشراء. هنا ضروري من التأكد من العنوان، هنا الكوانتيتي يعني كم ستشتري، سأقوم بشراء واحدة ويمكنك الشراء أكثر. وهنا الكوبون، الكوبون بعض المنتجات تعطي كوبونات وبعض المنتجات ليست فيها كوبونات، فهذا المنتج ليس به كوبون. سأقوم بإعطائكم مثال مثلا على الكوبون. لاحظ معي هذا المنتج، سأبحث عن سمارت واتش. لاحظ معي هذا المنتج به كوبون، كنت قد اشتريته سابقا. فلاحظ معي هنا يضع معك باي اونلاين 6.52 دولار، لكن الثمن الحقيقي 7.25 دولار. وهنا يقوم بوضع لك شو مي هاو، يعني اريني كيف اقوم بعمل الكوبون. تقوم بالضغط على كوبيت موباي ايت ناو، بعد ذلك ستنبثق لك هذه النافذة. ستقوم لاحظ معي هنا 7 دولار، عندما اقوم بوضع الكوبون ثم اضغط على ابلاي لاحظ معي سيتحول من 7 دولار الى 6 دولار. انتظر قليلا، لاحظ ما يتحول الى 6 دولار. الكوبونات قامت بنقص 0.73 سنت. ليست كل المنتوجات بها كوبون، ساقوم بالرجوع الى المنتوج الذي اريد شراءه والنظارات الشمسية. بعد ضبط كل الاعدادات تضغط على confirm and buy بهذا الشكل، يجب التأكد من حساب باي بال. لاحظ معي ستنبثق لك هذه النافذة و your orders and والايميل ابديت شو الايميل الخاص بك. الان قمنا بشراء المنتج، بعد ذلك ستنتظر فقط 24 ساعة حتى يقوم بشحن المنتج الخاص بك. هنا يتشولد جيريت باي يعني ربع نوفمبر، هذا فقط يعني لن تقوم بالحصول على المنتج في هذا التاريخ، فقط هو يمكنك ايضا مشاهدة المنتوج بهذا الشكل. يمكنك عمل كونتاكت سيلر او فيو باي بال ترانزاكشن بهذا الشكل. سيقوم بالدخول الى حسابك في الباي بال، ستقوم بوضع الباسورد بهذا الشكل ثم الدخول الى حسابك في الباي بال بهذا الشكل. سيعطيك اثبات السحب، يعني باي بال ترانزاكشن قام بقطع 6.17 دولار، وهو ثمن النظارات الشمسية او المنتج الذي قمنا بشرائه. لاحظ معي هذا يسمى بالباي بال ترانزاكشن. قمنا بالضغط على هذا الرابط، لاحظ معي هذا الرابط الذي قمنا بشرائه، يعني هذا المنتج يو باوت ذيس ايتم، يعني قمت بشراء هذا المنتج. اذا دخلنا الى حسابنا باي بال لاحظ معي سيقوم سلاحظ انه تم اقتطاع ثمن المنتج بهذا الشكل، هو نفسه الباي بال ترانزاكشن الذي قمنا بالدخول اليه عن طريق حسابنا في الاي باي. سنقوم بالدخول الى الايميل لنرى الكونفيرم الايميل الذي قمنا بالتسجيل اليه عن طريق اي باي. ساقوم بالدخول الى حسابي في الاوتلوك بهذا الشكل، هذا هو الايميل الذي انا مرتبط به في حسابي على الاي باي وايضا الباي بال. ستلاحظ انه سترسل اليك رسالتين، رسالة باي بال ورسالة اي باي. رسالة باي بال ستخبرك بانه تم اقتطاع 6 دولار
وتم وضعها في رصيد الخاص بالبائع. ورسالة إيباي وهي رسالة الكونفيرمد ستنتظر بعد 24 ساعة رسالة الشيبينج، وهي يخبرك إيباي في أنه تم شحن المنتج الخاص بك وستقوم بالتوصل به من 25 يوم إلى 40 يوم، ستقوم أيضا باتباع التراك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، ونكون قد شرحنا كيفية الشراء من موقع إيباي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، كذلك لايك وتحفيزنا بتعليق. إلى اللقاء في فيديو آخر.